أنا كنت على المكتب بس عم بشتغل، صار الانفجار طرت أكثر من متر لورا. مكاتبنا كانوا بجميزة، راحوا كنون بس ما وقفنا سيرفيس، رجعنا بلشنا. في عنا ترك بعد لليوم عم بيقطع البيوت ويلم إزاز. أغلبيته هذا الإزاز اللي وقع في بيوت العالم، مش اللي بالشارع، اللي ببيوت العالم تجمع بالبيكابات، وبصرنا نبعته على الشمال على المعامل الإزاز، وصار يصنعوا منه أباريق، هاي منه تذكار ومنه شيء حلو يشجعنا لنكفي شغلنا. بال 2015 انا رجعت على لبنان، كنت عايش برا، كان في ازمه النفايات وكان بدي اعمل ريسايكلينج، سو اجتنا فكره نعمل ابلكيشن بكبسه زر نقطع بيوت ناخذ كل شيء في ريسايكلينج من عندهم. في لليوم تقريبا 25,000 بيت عم بيعمل ريسايكلينج معنا، صرنا اليمين فوق 6,000 طن اوف ريسايكلينج، وان شاء الله قريبا توسع بعد اكثر ونخلي اكثر عالم يعملوا ريسايكلينج، السيرفيس تبعنا كومبليتلي فري. من رغم كل شيء في صعوبات عم بتصير نحن معنا بلبنان، نحن كليف لاف ريسايكل فخورين عم نقدر نخلق بعد فرص عمل، حتى في صبايا عم يشتغلوا معنا. عم نحس انه الشباب اللبنانيه عم يرجعوا ياخذوا بلدهم بايدهم، اذا هن بدهم فيهم يغيروا.